هي السلام عليكم اخوان اخوات، السلام الله عليكم اجمعين. نقولوا ثاني هي اخرى تعطلت عليكم في اللايف، ولكن ماشي لخاطري. واحد الدار جات على بالها بغات تبيع، العائله بغات تبيعها. يعني مبدئيا طالبين 80000 اورو. انتم غتشوفوا 80000 اورو، ما تسولنيش واش غناخذ الاوراق، بطبيعه الحال الاوراق ما كيتخالفش. نقول لكم الدار شوفوها، واللي عجبته خصني نشوف هنا، اللي عجبته يتواصل معايا. السلام مره اخرى الخوت، كما كتشوفوا هذه الدار، وكنعتذر مره اخرى على حساب اللايف اللي ما قدرتش نكملو. دابا شويه ملي غنسالي هذا اللايف هذا غادي نسالي الفيديو، عفوا غادي نبداو. كما كتشوفوا الدار 130 متر، عاد اليسر اليد اليسر كاين الكوزينه ديالنا مع الدخله، وهنا عندنا الصالون ديالنا. غنوريكم كلشي. كما قلت الطبقه الثالثه عندها سنسور الكوزينه، كما كتشوفوا يعني البلاصه فين تحط الشطابه ديالك، الماتيريال داكشي كامل، اولا الصخره والخضره وداكشي. فيترو اللي بغى يقلبها يقدر يقلبها، ماشي مشكل. الفرن وكذلك كلشي ضو، كلها مجهزه. يعني عندها حتى داك ديال الماعن، وهنايا بلا بادوره المسائل. الجيران هنا بغى ينشر شي حاجه، قضيه التنشير ما عندناش غير هنا، عندنا حتى بلاصه اخرى. كما كتشوف يعني كلشي يعني الصراحه يعني نقيه بزاف، مصيبه، واصلا خاسرين عليها الفلوس باش تنقى، باش تلقاوها جاهزه. واحد من العائله وبغاو يبيعوها، يعني العائله بغات تفك من الدار. كما كتشوفوا الدار، انا مش تاقف نقولها للناس اللي عندي هنا، المجمع الرياني ولا الجيش الرياني، شوفها. وهنا كما كتشوفوا يعني الانسان باش هذا البيت هذا حاطين هنا باش تنشر الحويجات ديالك. وها انتم شوفوا الديكور كيفاش داير، كتطلع على سانتو دومينغو ملي هي، ماشي في سانتو دومينغو، هي في لا لومادرا ميسكيتا. المنطقه هنايا ماشي شعبيه، شعبيه 100%، يعني الناس هنا عندها رزقها، يعني منطقة نقية زوينة فيها كلشي مقاد، كطلع على الجبل لي ديريكت. وانتوما غادي تشوفوا معايا الصالون. المهم نكمل معاكم الدورة. هذا بيت فيه 4 البيوت كما قلنا، وجوج طواليطات. البيت الكبير هو غادي بالمرين ديالو كما كتشوفوا مجهز، نفس المنظر يعني حيت البيت حدا البيت. السوميي داكشي كولتشون داكشي كامل راه الانسان كيجيبو لنفسو، حيت اللي كان هنا مولاه داه. ونذكر هوا قدامكم باش تشوفوا كلشي. تقول لي لا قلبتي عقار، لا غير الدار زوينه، 80000 اورو يعني كيبان لي ثاني ثمن زوين. واللي عجبته راه غيتواصل مع العائله. هنا عندنا كما كتشوفوا كلشي نقي مصيب، حاشاكم الدوش طواليت كله، ما كاينش شي حاجه نقولوا حنا خاسره ولا هادي ولا هاديك، كلشي مقاد. بعد عندنا بيت اخر للدراري الصغار اللي بغيتي نديرو فيه، كلشي دابا خاوي، المهم داكشي من بعد كيتجهز. عندنا ثاني على يدنا اليسار طواليت صغير كما كتشوفوا، هي دار بصراحة مقاد مزيان، المية ديالها كلشي، يعني ما عليك إلا تجيب حويجاتك وتسكن، ساعة الكولتون راه تجيبو. وهنا بيت اخر كما كتشوفوا، ها كلشي مقاد، المالي عندنا تا هو. ودابا غادي نشوفوا الصالون مع دخلت هكذا تقلبات الصوره. الصالون كما كتشوفوه مقاد كامل، يعني الا جيتو تشوفوه راه هنا يقدروا يسكنوا جوج عائلات، جوج عائلات يقدروا يسكنوا. انت سيدنا كلشي مقاد هنايا. هاد البياسه هادو كتشوفو من هيه، هادي شي بياسه هنا ما تركباتش والسلام. وهنايا كما قلنا قبل نفس المنظر، صراحة الواجهة ديالها زوينة، المنظر تا هو زوين، جبل ومنطقة نقية ما فيها حتى حاجة خايبة. وهذا هو الصالون إلا جيتو تشوفو، هو هذا ونبينا عليه السلام. هنا اللي عليا أن نوريكم الدار تشوفوها باش تعرفو كلشي. هذا هو الباب ديال الصالون ديالنا مع الدخلة، كتلقاو الضوء كذلك، يعني كلشي عندهم مقعد صراحة. صافي هادشي اللي كاين الخوت. المهم كيما قلت نعاود نكررها مره اخرى، 130 متر، 4 البيوت، جوج طواليطات، كوزينه، صراحه كبيره بزاف، تهز جوج عائلات بدون مناقشه. المهم الخوت هانتوما شوفوا الدار، اللي عجبته يتواصل. وهادشي اللي نقدر نقول لكم، عار جات همزه زوينه قلت نقولها للاخوان باش اللي عجبته يتواصل. وكيما كتشوفوا يعني دار كتستحق صراحه، يعني فيها ما يتقال، شريحه بارحه، الهواء الكولوندير يعني صراحة زوينة بزاف. فتعليقاتكم
والله جبتي سير الجامعي ان شاء الله. تهلاو بالاسكو.